أعتقد هذا التقرير اللي صدر من المتحدة منظمة حقوق الإنسان فيه شيء من يعني المغالطات فيما يخص حقوق السجناء والنزلاء في السجون، وأعتقد حتى الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية مطابقة للقوانين الدولية، وكذلك يتمتع السجناء بحقوق واضحة دون مصادرتها، وكذلك هناك قرارات واضحة من المحاكم، وهناك تمييز وهناك اعتراض، وهناك إذن تمر المحاكم بسلسلة معقدة لحين إصدار الحكم القضائي النهائي بحق السجناء. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان هي دائما كبقية المؤسسات الدولية تمارس الازدواجية خصوصا تجاه العراق ودول المنطقة خصوصا في غرب آسيا، وبخصوص حقوق الإنسان لا أدري أين كانت هذه المفوضية عندما حصدت قوات النظام الصدامي في وقتها آلاف أرواح المواطنين وتنظيمات داعش الإرهابية التي مارست أبشع أنواع التعذيب والقسوة ضد المواطنين العراقيين. هنالك أعتقد غفلة كانت واضحة بهذا التقرير الأممي، هنالك عدم إشارة للمجازر التي ارتكبت في العراق بعد أن حدثت يعني جرائم داعش وغيرها من الجرائم الإنسانية التي ارتكبت، بالتالي كانت هنالك ازدواجية في المعايير في النظر إلى مثل هذه القضايا. كان يفترض أن يكون التقرير الأممي تقرير منصف يحاول أن يعالج مثل هذه القضايا، قضايا الإبادة الجماعية، هو يستنكر ويشجب ويرفض هذه القضايا. أهلا بكم. حقوق الإنسان كلمتان ترفقان مع أي اعتراض على أي قانون أو قرار أو إجراء، لكن المخفي من النوايا أكثر من المعلن في البيانات غير المدروسة. أحكام بالإعدام وفق السياقات الدستورية، فلماذا توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية؟ هل أدانت إرهابي وتركت آخر؟ هل طالت عرق أو فئة أو طائفة ولم تنظر للجرائم؟ أسئلة نطرحها أمام المندوب السامي من جهة واللجنة الحكومية من جهة أخرى، فهل سنشهد إجابات منطقية تلامس الواقع كنتائج الانتخابات الإيرانية التي لم تحسم في أولى الجولات ومضت للجولة الثانية؟ فمن سيكون الرئيس؟ هل ستبقى صدارة بيزشكيان؟ أم أن أصوات داعمي قاليباف ستقلب المعادلة لمصلحة جليلي؟ أن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. محور حديث ملفنا الأول سيكون مع الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، مرحبا بجنابك في حصاد الخير. وأستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق الزبيدي، مرحبا بحضرتك، أهلا بجنابك. دكتور علي، بداية كيف رأيتم تقرير المندوب السامي بحق العراق والمعلومات التي وردت فيها البعض وصفها بأنها مغلوطة وغير حقيقية وربما مبالغ بها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أخي المحترم وضيفك الكريم الدكتور العزيز والسادة المشاهدين. طبعا هذا التقرير، أولا خلينا نأخذ القانون الدولي،
هو يخالف ميثاق الأمم المتحدة، يخالف المواد 1 و2 3 4 18 من ميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على سيادة الدول، على وحدة الدول، على استقلال الدول، على أنه لا يجوز التدخل في شؤون الدول بأي شكل من الأشكال، خصوصا من الأمم المتحدة، لأنه الأمم المتحدة في نظامها، يعني في ميثاقها، تنص على ذلك. يعني شوف، أبعد من ذلك أكو اتفاقية، هي اتفاقية روما 1992 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. هي لا تأخذ بالإعدام المحكمة الجنائية الدولية، لكن تقول لا يمنع من أن تأخذ الدول بعقوبة الإعدام. شوف طبعا احنا التقرير اشار الى التدرجيه استاذ محمد، التدرجيه الموجوده في المحاكم. يعني احنا مثلا من اين تبتدئ عقوبه الاعدام؟ من الجنايات، من محكمه الجنايات. يعني محكمه التحقيق تكمل الافادات التحقيقات حينها الى محكمه الجنايات، ثم محكمه الجنايات تمحص، تدقق، تسمع الاطراف، مدعين بالحق الشخصي، الإفادات، الشهود، التقارير الطبية، تصدر قرارها. طبعا هاي عقوبة الإعدام، سواء مثلا نأخذ القتل العمد مادة 406 ونأخذ الأربعة إرهاب، ترسل تلقائيا إلى محكمة التمييز. لاحظوا التدرجية الموجودة في المحاكم. فمحكمة التمييز 15 قاضي من أفضل قضاة العراق ينظرون التمييز في قضايا الإعدام. ثم بعد ذلك عندنا تصحيح القرار التمييزي، ثم بعد ذلك عندنا إعادة المحاكمة. هاي التدرجية تسمى في القانون الجنائي ضمانات المتهم. ضمانات المتهم طبعا هنا أنت لو تأخذ الجانب الديني أيضا، الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص في حياة يا أولي الألباب، أيضا النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، والجروح قصاص. هاي تسمى جرائم القصاص، قصاص. احنا عندنا المادة 2 من الدستور تؤكد على انه الاسلام دين الدولة. لهذا يعني عقوبة الاعدام مهمة انا برأيي. ليش استاذ؟ لانه القانون يعني مردود هذا الكلام على المندوب السامع، يعني لا يعرف شيء، يعني هو لا يعرف شيء من حقيقة الامور حقيقة. اتحدث لك انا عملت بالقضاء استاذ. القانون ما ينظر بعين واحدة، ينظر بعين اثنين، وإلى ميزان كميزان الذهب. أنت مثل ما تقول حقوق إنسان، دكتور كونك مطلع على هذه الأمور، هل يوجد هناك محكومين بالإعدام دون أدلة حقيقية وملموسة؟ مستحيل أستاذ مريم. أنت التحقيق الابتدائي ثم التحقيق القضائي، هاي محكمة التحقيق. نعم. ثم بعد ذلك كشف الدلالة بالنسبة لجريمة القتل مثلا، جرائم خطرة. المحكمة يعني محكمة الجنايات ما تذهب للإعدام إلا إذا تأكدت بالأدلة الدامغة التي لا تقبل النقاش بأنه الجريمة ثابت. وورا محكمة الجنايات عندك تمييز أيضا راح تدققها. فالمسألة يعني من المستحيل أنه يكون مثل ما هو يصورها. هو طبعا ينظر للأمور بشكل خارجي، لكن أنا ما أكبرت لك. نعم. أنت عليك أن تنظر إلى الطرف الآخر أستاذ محمد، الأم الثكلة، الزوجة اللي رملت، الأطفال اللي يتموا. أنت ما يصير تنظر فقط أنه أنت سمعت أكو إعدام. واضح دكتور، أعود لحضرتك. دكتور أجدد الترحيب بحضرتك. هل ما ورد في التقرير الذي اطلعتم عليه ينسجم مع ما موجود في الواقع العراقي والسجون العراقية؟ في الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أسلم حضرتك وضيفك الكريم دكتور علي والمشاهدون الأكارم. في الحقيقة عندما ننظر إلى تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقرير يوم 27 حزيران، نجد أن موضوع تحليل المضمون لا يرتبط بعقوبة الإعدام، وإنما أشار إلى نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى أن هذه العقوبة أو هذه يعني عمليات الإعدام استندت إلى اعترافات مشبوهة وقانون غامض. هناك هذه الموضوع يدل على أن اعتراض على الإجراءات، باعتبار أن هذا موضوع عقوبة الإعدام في العراق هو يعني موجود وفق القانون، قانون محلي، وكذلك وفق الدستور. هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين الرؤية الغربية والمجتمع الدولي موضوع حقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع عقوبة الإعدام. هناك بروتوكول ثاني، يعني هناك بروتوكول ثاني عام 1989 وقعت عليه 81 دولة تقريبا لموضوع إلغاء عقوبة الإعدام. العراق لم ينضم لهذه الاتفاقية وهذا البروتوكول،
هو اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي لطالما العراق هو لم ينضم إلى موضوع إلغاء عقوبة الإعدام فهو غير ملزم أن يلغي هذه العقوبة يعني أمام المجتمع الدولي وكذلك أمام الجمعية العامة لحقوق الإنسان. وبالتالي عملية استمرار عقوبة الإعدام في العراق مثل ما تفضل الدكتور مسألة مهمة لكي تكون رادعة باعتبار أن الظروف اللي يعيشها العراق تختلف عن الظروف اللي تعيشها الدول الأخرى لا سيما الدول الغربية. والأمم المتحدة دائماً ما تنظر إلى موضوع الإعدامات استناداً إلى الأعداد، ولذلك تصنف الدول خاصة في دول الشرق الأوسط دائماً ما تصنف الصين في المرتبة الأولى وبعدها تأتي دول تباعاً. وأيضاً هو لدينا أكثر من تقرير للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعراق ودائماً ما تشير إلى إيران والسعودية ومصر وتذكر العراق أيضاً باعتبار أن الظروف الموجودة ظروف قاسية والعمليات الإرهابية على قدم وساق، وبالتالي هذا الموضوع سوف يكون شيء طبيعي تكون هناك أعداد للإعدام بشكل كامل. أعتقد أن ما يثير من هذا التقرير إثارة هذا التقرير ترتبط بإشاعة بعض وسائل الإعلام لموضوع الإعدامات التي جرت يوم 19 من يعني يوم الأربعاء قبل تقريبا أكثر من أسبوعان. وزارة العدل نفت هذه الوثائق التي نشرت فيما يتعلق بالأسماء وقالت أن هذه معلومات غير دقيقة. المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في إطار التقارير التي تقدم من قبل سواء المفوض السامي أو سواء من البعثة الأممية أنها تعتمد في الدرجة الأساس في إطار معلوماتها على بعض المؤسسات المجتمع المدني، نعم، وفي بعض الأحيان على بعض وسائل الإعلام، وفي أغلب الأحيان تكون معلومات غير دقيقة. هذا أيضا أكدت عليه الحكومة في بيانها بالرد على الحكومة. حقيقة حسنا فعلت عندما شكلت هذه اللجنة باعتبار أن التعاطي والتعامل مع الأمم المتحدة مسألة جدا مهمة، باعتبار أن التقرير سواء كان صحيح أو غير صحيح يفترض على العراق أن يجيب إجابات واضحة لغرض أن يكون دكتور العراق موقف لكن قوي. المعلومات في التقرير ذهبت إلى أبعد من ذلك، تحدثت أيضا عن أن أحكام الإعدام تنفذ بجانب طائفي ولطائفة معينة، والظلم في السجون وحتى الغذاء لا يصل في السجون والأمراض في السجون والكثير من النزلاء يموتون داخل السجون. ما حقيقة هذه المعلومات؟ حقيقة المشاكل موجودة يعني في جميع دول العالم ليس فقط في العراق، ونحن لا ننفي وأننا لسنا متحدثين باسم الحكومة لكي نتحدث عن طبيعة ما موجود في السجون، ولكن المشاكل التي تواجه يعني السجون على مستوى دول العالم هي موجودة وواضحة. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مشاكل كبيرة تتعلق في طبيعة التعامل مع المسجونين، فما بالك في دول يعني الشرق ودول العالم الثالث. ولذلك أعتقد أن هذه المشاكل هي مشاكل كثيرة معقدة، ولكن ليس بالشكل التي وصفه التقرير، باعتبار التقرير أعتقد هو أقصى تقرير قدم للعراق. يعني التقرير كان قاسي ولم يكن منصفا مثل ما تحدث الدكتور أن الإنصاف يفترض أن يكون مثل ما كان التقرير يدافع عن المتهمين يفترض أن يدافع عن المتضررين من جراء العمليات الإرهابية. جيد دكتور علي، ما ورد في التقرير بأن عمليات الإعدام تنفذ بحق طائفة معينة دون أخرى، كيف تنظر إلى هذه المعلومة؟ مستحيل طبعا ذلك، لأنه يعني المحاكم يعني عندما تصل لها الدعوة وخصوصا دعوة القتل أو الإرهاب الأربعة إرهاب لا تنظر إلى اسم المتهم أو صفته أو إلى أين ينتمي، لا، هو المحكمة تتعامل بالأدلة. ما هي الأدلة المتوفرة؟ هل تكفي لي الإحالة إلى محكمة الجنايات؟ أقصد محكمة التحقيق يعني، نعم، أم أنه لا توجد أدلة تفرج عنا محكمة التحقيق إذا لم تكن هناك أدلة؟ ما هي الأدلة أستاذ محمد التي تعتمدها المحاكم؟ الاعترافات، فادة المدعين بالحق الشخصي، نعم، تقرير الطب التشريحي، كشف الدلالة، هاي كلها أدلة، الشهود، هاي كلها أدلة إذا توفرت لمحكمة التحقيق تحيل إلى محكمة الجنايات. ذكر التقرير أيضاً أن هناك اعترافات أخذت بالإكراه وبالإجبار. هل من الممكن أن يحكم سجين على اعترافات فقط دون وجود مثلاً مشتركي أو دون وجود أدلة حقيقية؟ هو شوف يعني احنا خلينا نكون منصفين، احيانا التحقيقات الابتدائيه، نعم، يعني من الجهات الامنيه قد يكون بها البعض تكون بها اشكاليات،
لكن هو هذا ليس الدليل الوحيد. يعني نفرض شخص تعذب واحترف على هذا، ليس هو الدليل الوحيد، لأن هذا الاحتراف الابتدائي راح يتبع شنو أستاذ محمد؟ راح يتبع تدوين الإفادة أمام قاضي التحقيق. نعم. قاضي التحقيق تعرف يعني بكل أريحية يتحدث المتهم. فإذا كانت هاي الإفادة معززة بأدلة أخرى مقنعة غير متقاطعة اقترنت بكشف الدلالة، شنو كشف الدلالة؟ يعني يخرج المتهم يقول مثلا خرجت منا، دخلت منا، ضربت بطلقة، ضربت بسكين، هذا هو يسمى هذا كلها تعزز إفادة المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه، مهمة جدا جيد في الإفادة. هذه نقطة. هناك نقطة أخرى تم ذكرها في التقرير، أنه الكثير من المحكومين بالإعدام لا يعرفون مواعيد إعدامهم. اليوم نتساءل ما سبب التأخر في تنفيذ أحكام الإعدام، وأيضا لماذا لم تحدد المحكمة موعد تنفيذ الإعدام؟ سؤال ذكي أستاذ محمد، كيف تنفذ عقوبة الإعدام؟ طبعا عندنا قانون اسمه قانون أصول محاكمات جزائية، من المادة 285 للمادة 294 غير داخلة 294 تشرح لك شلون ينف. بعد أن يصدر القرار من محكمة الجنايات تروح لمحكمة التمييز، من الصادق محكمة التمييز على الإعدام وين يرسل الملف؟ يرسل إلى وزارة العدل، وزارة العدل ترسل إلى رئيس الجمهورية حتى يصدر مرسوم. نعم. لأن الدستور بالمادة 73 لابد قبل التنفيذ يصدر عندنا مرسوم، رئيس الجمهورية يصدر مرسوم يحول الملف وين؟ إلى وزارة العدل. من اللي ينفذ؟ وزارة العدل أكو هيئة تنفيذ سواء هيئة تنفيذية، هذا اللي يحدد موعد التنفيذ هو وزير العدل، يصدر به أمر. نعم. وبيان ويحدد التنفيذ يكون داخل باحة السجن وينفذ الإعدام. طبعا هاي المواد تحدثت عن عدم تنفيذه في العيادة الرسمية، في العطل، هيئة التنفيذ من قاضي ومدعي عام ومثل عن الداخلية طبيب، هاي هيئة التنفيذ وينفذ الإعدام. طبعا المدنيين شنقا والعسكريين رميا بالرصاص. احنا هذه اللي اشار الدكتور الى نقطة مهمة حتى ما تفوتنا، الهم الظاهر يعني هو يسمع اكو اعدامات، وليش اثير الموضوع؟ لانه وصلهم انه مجموعة نفذت بهم حكم الاعدام. طبعا ليش؟ لانه كان رئيس الجمهورية سابقا. نعم. تذكر يأخر المرسوم الجمهوري فتتكدس احيانا فينفذون جملة واحدة، وهاي اللي أثير اللغط قبل أيام. هو أيضا هذا الأمر يسأل عن الكثيرين في الشارع العراقي، يقول لك اليوم أكون محكومين بالإعدام صار لهم سنوات داخل السجون، هو اللي أخره المرسوم الجمهوري أحيانا، لأنه يحتاج أنا برأيي وهاي مهمة جدا من خلال قناتكم، يعني ما تكون المدة مفتوحة، يحتاج إلى قانون خاص. شوف مادة 73 المصادقة على أو إصدار براسيم الإعدام من رئيس الجمهورية تحتاج تحدد يعني إلى فترة سقف زمني، أكثر قوانين العالم هكذا تحدد له مثلا شهرين ثلاثة. أنت ما معقولة أنه يعني المحكمة صدرت وخلص صدر له، ليش بتنفذ؟ يعني يحتاج إلى برأيي إلى سقف محدد. خلي نأخذ هذا الموضوع بجانب السياسي دكتور، سنوات محكومين بالإعدام وهم داخل السجون، البعض من العوائل من المجنى عليهم يقول لك ليش هذا بالسجن ياكل ويشرب وينام وننتظر، احنا صار سنوات تنفيذ الاعدام بحقه، وبالتالي ايضا تاخيره بالسجون دون تنفيذ الاعدام راح ينطي فرصه للكثيرين مثل ما ورد في التقرير بانهم امراض ومشاكل في الاكل والغذاء والدواء والكثير من الامور. نعم، مثل ما تفضل الدكتور فيما يتعلق بموضوع تاخير التوقيع على المراسيم الاعدام، انا اتذكر عندما كان المرحوم السيد جلال طالباني كان يرفض موضوع التوقيع ولم يوقع على مرسوم واحد من جميع المرات، وأتذكر كان يقول أني يعني ملتزم بموضوع الاشتراك، يعني ملتزم دوليا بموضوع عدم التوقيع على موضوع الإعدام. وكذلك الحال هذا واحد من الأسباب تكدست أكيد كثير من المراسيم، ما بعد كثير من الأوامر قد نفذت. سبب التأخير في حقيقته يعني حقيقة أنا يعني إعلامي كأستاذ أجهل أسباب التأخير باعتبار يعني لست مطلع
بشكل كامل مثل ما تفضل دكتور علي، ولكن أعتقد عملية التأخير هي ليست إيجابية ولا تعطي يعني نقطة إيجابية لا للموضوع المتضرر ولا لموضوع القضاء وعملية حسم الموضوع، باعتبار أن عملية الإعدام أيضا هي مريحة حتى للأهل، حتى مريحة للشخص المتهم، لأن يبقى ينتظر ما يعرف متى انتهاء حياته. وأعتقد هذا الموضوع عندما يحسم، لطالما موضوع تم البت به بشكل قانوني، يفترض أن يتم إنهاءه بشكل كامل. أكثر ظلم يوقع على العراق فيما يتعلق بموضوع التقارير التي تقدم فيما يتعلق بالإعدام، أنه اللي يقرأ التقارير كأنه الإعدامات هي لأسباب سياسية، بمعنى أنه الذي يعدم هو يعني مثلا سياسي معارض أو هو لديه بعض التوجهات المخالفة سياسية أو مذهبية، وما جاء الأمر واضح بالتقارير. في حين كل الذين نفذ بهم أو أصدر بهم حكم الإعدام هي لأسباب جنائية، موضوع القتل وبالذات جرائم الإرهابية، وهذا في حد ذاته يفترض أن يضمن ضمن يعني تقرير اللجنة أنه كل العمليات التي تم تنفيذها هي ليست لأسباب سياسية، مثل بالقياس إلى الدول الأخرى، في بعض دول المنطقة يصدر الحكم بالإعدام لأشخاص هم مجرد يختلفون مع النظام معارضة سياسية. دكتور، في حين في العراق لا توجد هذا. هذه التقارير برأيك ولتكرارها لا تعتبر تدخلا بالشأن الداخلي العراقي؟ مرة نسمع تقارير من المندوب السامي، مرة من نائب بالكونغرس يتدخل بشكل علني. نعم، وأيضا الولايات المتحدة المعروف عنها هي من أكثر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، لكن دون أي تقرير يذكر ويمسها. شنو تفسير هذا الموضوع؟ حتى مع موضوع حقوق الإنسان بشكل عام موظف التوظيف سياسي، ودائما الكيل بمكيالين حاضر. ونجد مثلا محكمة العدل الدولية عندما كانت هناك مشاكل بموضوع السودان أصدرت كثير من القرارات، والولايات المتحدة الأمريكية أكدت ضرورة الالتزام بما ورد من قرارات صادرة على محكمة العدل الدولية. في حين نفس المحكمة عندما أصدرت قرارات فيما يتعلق بغزة والجرائم الموجودة في غزة، الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قرارات المحكمة الاتحادية والمحكمة الجنائية وعدتها أنها قرارات غير منصفة. فهذا الموضوع الكيل بمكيالين هو حاضر. إضافة إلى مثل آخر، الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان تصنف بعض الدول تصنيف باعتبارها دول تنتهك حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان أضعاف مضاعفة وتعتبرها دول حليفة ودول صديقة. أعتقد أن ملف حقوق الإنسان دائما ما يوظف سياسيا، وهذا الموضوع واحد من الإشكاليات الموجودة، باعتبار أن عملية التوصيف لموضوع انتهاك حقوق الإنسان من عدمه لم يكن محايد في أغلب الأحيان. نعم. جيد دكتور. دكتور علي، من يقلق على الحالة النفسية لإرهابيين وهم بالعشرات موجودين في السجون نتائج جرائمهم البشعة، ألا يرى الجرائم التي تحصل في العالم في غزة وغيرها؟ أيضا كيف ترد على التصريحات نائب في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء العراقي؟ يعني هذه مشكلة أخرى. طبعا أهداف العقوبة الجنائية في القانون الجنائي هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية كما قلنا. يعني أنت هذا المندوب السامي أو منظمة هيومن رايتس ووتش أو منظمات أخرى، يعني من أين تستقي المعلومات؟ عندها مراسلين عاديين، أشخاص عاديين، يعني أحيانا يقرأ له خبر ويرسله، أحيانا معلومة ويرسلها، يبنون عليها رأي على هذا. التدخل في شؤون القضاء سابقة بصراحة خطيرة، لأنه يتصل بالموضوع الأول الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ محمد، هذا ليس التدخل الأول، هم سبق وصدروا قانون اسمه ماغنيتسكي، تذكر عقوبات على أشخاص على مؤسسات. لكن ما أثر هذا القرار؟ شنو تأثيره؟ يعني صدروا من الكونغرس قرار، شنو تأثيره؟ هذه ليس قرارات دولية، هاي قرارات شخصية، قرارات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما لها تأثير على العالم. يعني هم شغلتين يقدر يسووها فقط، الأموال الموجودة باسم الشخص بالولايات المتحدة الأمريكية يجمدوها وما يسمحوا للشخص يدخل الولايات المتحدة، هذا فقط، يعني مو قرار دولي صادر من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تنتهك حقوق الإنسان كما تفضلت، التظاهرات اللي حصلت قبل فترة بشأن غزة الجامعية في الولايات المتحدة، شاهدت حضرتك الكلاب السائبة، التعذيب، الضرب، حتى القرارات في مجلس الأمن اللي كان يضع العصا في الدواليب وما يسمح بصدورها
هي الولايات المتحدة الأمريكية فيتو، مع العلم في غزة إبادة جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. وهو ليش هم فقط هددوا رئيس مجلس القضاء؟ ما هددوا المحكمة الجنائية الدولية أيضا؟ هددوها يا أستاذ، هذا إرهاب دولي قضائي، هذا إرهاب دولي يتوجب الحلول، يتوجب على العراق أن يحتج لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عن طريق ممثل العراق هناك، احتجاج رسمي من حقنا. احنا عندنا عضوية دائمة في الأمم المتحدة، تستدعى السفير بين قوسين السفيرة، احتجاج شديد اللهجة، وإلا راح تتكرر أستاذها تتكرر. احنا مو ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية حقيقة، مو ولاية، يعني خرجنا من الفصل السابع، الدولة كاملة السيادة بها مؤسسات. حسنا فعل دولة الرئيس السوداني بتشكيل هاي اللجنة، تصدر الجوانب القانونية، حقوق الإنسان، السياسية، كيف ترد البيان اللي صدر من وزارة الخارجية اليوم جيد بصراحة، لكن يحتاج إلى أن يحرك بشكل أكبر. يعني قبل فترة السفيرة الأمريكية اللي على أساس تأتي أصدرت يعني تصريحات طائفية، هذا أكو اتفاقية 1961، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تجيز بالمادة 9 أنه تعلن غير مرغوب فيها، غير مرغوب فيها ويتم تطرد، وهذا متاح للدولة، متاح للعراق. أنا أعتقد أنه اللجنة ربما تبحث هذه الأشياء المهمة. جيد دكتور طارق، هذه اللجنة كانت بمثابة رد الحكومة العراقية، ما أهمية هذه اللجنة والحقائق التي ستصل إليها والمعلومات الواقعية، وأيضا بمشاركة الأمم المتحدة أيضا؟ أعتقد أن اللجنة مهمة باعتبارها برئاسة السيد وزير العدل، وأعتقد أن هذه اللجنة عندما تجيب على التقرير بشكل مفصل سوف تكون إيضاحات مفصلة باعتبار أنها مختصة، لأن جميع أعضاء اللجنة هم من يعمل في وزارة العدل ومن يعمل حقوق الإنسان، وباعتبارها لجنة مختصة، وهناك فرق بين اللجنة المختصة عن اللجنة الأخرى الغير مختصة. وأعتقد أن التقرير، لكن هناك مسألة في غاية الأهمية، على هذه اللجنة أن تكمل التقرير في أسرع وقت ممكن. عملية التأخير مسألة يعني ليست إيجابية، دائما ما نجد أن عملية تشكيل اللجان واحدة من أسباب فشل اللجان هو التأخير البت في إصدار القرارات. جيد. ولذلك واحدة من الإيجابيات تحسب لهذه اللجنة إذا ما قدمت التقرير بشكل سريع وعاجل. جيد، كيف المندوب السامي أن يقدم تقريرا بحق العراق بهذه القسوة؟ واليوم تحدثت أنه من يعطي المعلومات هم أشخاص عاديين وإعلاميين وهي دون أدلة ملموسة حقيقية وواقعية ممكن إرفاقها مع التقرير. ابتداء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة هي هذا جزء من عملها، تراقب طبيعة الدول وعمل الدول، وباعتبار العراق هو منضم وجزء من الأمم المتحدة وعضو مؤسس، ولكن عمل طبيعة التقارير إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية ليس أمام العراق إلا ليتفاعل معها. إذا كانت إيجابية يرحب بها، وإذا كانت سلبية يحاول أن يوضح، باعتبار أن العراق يجب أن يتعامل مع المجتمع الدولي. نعم. باعتبار أن هذه التقارير مسألة مهمة في غاية الأهمية، ولذلك السيد رئيس الوزراء عندما شكل هذه اللجنة في أعلى المستويات هو يدرك جيدا التعامل مع الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة مسألة مهمة تحتاج إلى دقة في التعامل. نعم. ننتقل إلى الملف الثاني. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن الانتخابات الإيرانية، ونفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. إنهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد حصولها على أكثر من 10 ملايين صوت، حيث تشير نسبة مشاركة الناخبين إلى 40%، فقد حل بالمرتبة الأولى المرشح المحافظ سعيد جليل متبوعا بمسعود بيزيشكيان الذي تصدر قائمة السباق الانتخابي. هنالك تنافس كبير بين مرشحين بارزين، وهذا يعد على أن المسؤولية لدى الشعب الإيراني، وأعتقد اليوم القيادة والجهات المعنية مهتمة بهذا الشأن، هو ليس فقط الانتخابات، وإنما إيران فقدت الشخصية الرئيس السابق الذي جعل حافزا وبصما للشعب الإيراني أن يكون هنالك تغطية لهذا الأمر، وأعتقد اليوم
تشهد الانتخابات ربما بنموذجا مختلف داخل إيران وخارج إيران. اختيار أي شخصية لن يكون مؤثرا على السياسة الإيرانية باعتبار أن السياسة الإيرانية مرهونة بكثير من المسائل بالمؤسسات الدستورية والقانونية السائدة والتي استمرت بالعمل حتى بعد استشهاد الرئيس السابق، يعني لم يكن هنالك أي تأثير على واقع الحال وعلى السياسة الإيرانية وعلى ما تقدمه من خدمات المواطن الإيراني. لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، بالتالي فإن المتنافسين الأول والثاني الذين حصلا على أكبر عدد من المشاركة في الانتخابات سيحيلان إلى مجلس صيانة الدستور للجولة الثانية المقرر إجراؤها في 5 يوليو. من خلال الجولة الثانية التي ستجري بين مسعود وبين الجليلي، هذه الخطوة تؤكد على رسي الديمقراطية في إيران من خلال جولة ثانية ومن خلال عدد المشاركين في الانتخابات الذي فاق 24 مليون، وهي نسبة جيدة ونسبة عالية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. بعد عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، اللجنة الانتخابية توجه الانتخابات الرئاسية لجولة ثانية الأسبوع المقبل. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الثاني سيكون عن الانتخابات الإيرانية. ينضم معنا أيضا من طهران الأستاذ هادي محمدي الخبير الاستراتيجي. أستاذ هادي، مرحبا بجنابك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ هادي. كيف هي الأجواء في إيران بعد انتهاء الجولة الأولى بدون حسم نتيجة الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولزملائك ولمشاهدين الأعزاء في العراق الحبيب. أهلا بحضرتك. انتهينا يعني من الجولة الأولى في منافسة 4 من المرشحين، لكن ما وصلوا إلى نصاب القانوني 50% زائد 1. لهذا السبب حسب القانون المرشحان من أكثر أصوات يشاركون في جولة الثانية قانونيا، وبهذا السبب حدد مجلس الصيانة جمعة المقبل بمرحلة الثانية من المنافسة ويعني كسب الفوز الأكثرية الأصوات، ويحدد رئيس الجمهورية في هذا الجولة الثانية. هناك يعني نقاط يجب أن نركز عليه، بأنه مع أنه كان فرصة صغيرة يعني بمنافسة المرشحين بموضوع يعني رئاسة الجمهورية الإيرانية، يعني كان أقل من أسبوعين فرصة لدعاية المرشحين ليعرفون أنفسهم ويدرسون يعني برامجهم التنفيذية في موضوعات مختلفة وملفات مختلفة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على يعني أبعاد الداخلية والخارجية، مع أنه كان فرصة قصيرة ويعني محدودة. كان يشارك بهذا المنافسة 40% من الشعب الذي أولويتها مسائل اقتصادية والمعيشية، ويتطلعون الى يعني اوضاع افضل من اللي الان موجوده، ويطلبون من المرشحين ان يكونوا ببرامج واضحه بتنفيذ خطوات معينه لايجاد يعني ظروف افضل ويعني جيد. استاذ هادي، اذا تسمح لي، النتائج كانت صادمة نوعا ما للشارع، وخاصة حتى التقارير التي أجريت قبل الانتخابات عندما تفوق جليلي على قاليباف بهذا الفارق، بينما كان المتوقع أن يتفوق قاليباف بنسبة كبيرة. لا، اليوم يعني أول يعني أكثرية الأولى من الأصوات لصالح دكتور بيبيزشكيان، وفي مرتبة الثاني باختلاف
مليون صوت لدكتور جليلي. لكن في موضوع التحرك الشعبي من قبل حركات الدعائية وحملات الدعائية تغيرت الموازين وأصبحت يعني الدكتور جليلي أقوى من الدكتور غليباف، وكان محاولة لتجميع وتحالف بين الجليلي والدكتور غليباف، لكن ما حصل هذا التحالف والتجميع حتى ينافسون نعم. المرشح الإصلاحي نعم. دكتور بيزيان بهذا الحلبة، لكن أصبحت دكتور جليلي كسب أكثر الأصوات بقريب 10 ملايين، لكن دكتور غليباف يعني أقل من 4 ملايين، يعني 3 ملايين ونص تقريبا نعم. يعني أصبحت اليوم منافسة في جولة الثانية بين دكتور بيزيشكيان ودكتور جليلي. جيد واضح أستاذ هادي، أعود لحضرتك. دكتور طارق، ماذا بعد الجولة الأولى من الانتخابات لو اتحد مرشحين المحافظين؟ ربما لحسمت الأمور من الجولة الأولى، ما هذه الاستراتيجية التي اتبعوها؟ أعتقد أنه بالجولة الثانية ونتائج يوم الجمعة القادمة سوف تكون لصالح جليلي، وسبب سوف يكون هناك اتحاد للاتحاد لجماهير المنسحب وكذلك جماهير سعيد جليلي. وأعتقد أن موضوع الانتخابات هي مسألة مهمة لتجديد الشرعية للنظام على الأقل على المستوى الداخلي، ولكن هناك مؤشرات لموضوع العزوف، هذه مسألة في غاية الأهمية باعتبار إذا ما قارنا نسبة المشاركة لعام 2017 كانت نسبة 73%، وكذلك الحال لانتخابات 2021 التي فاز بها رئيسي. نرجع للنتائج المتوقعة اليوم، تتكلم وكأنك مطمئن من النتيجة، ما بالإمكان مثلا من أعطى صوته لقاليباف غير مثلا غير راضي أو غير مقتنع بشخصية؟ صحيح، قد يكون هناك يعني حظوظ للمرشح بزشكان، ولكن أعتقد أن سعيد جليلي حظوظه أكثر، ليس باعتباره أنه من جنح المحافظين. بالمناسبة سواء كان الفائز إصلاحي أو محافظ سوف لن تتغير السياسة الخارجية الإيرانية كثيرا، السياسة الإيرانية الخارجية ثابتة سواء كان الفائز إصلاحي أم محافظ، وهذا ودليل جميع الرؤساء السابقين سواء كان إصلاحي أو محافظ لا تختلف السياسة إلا باستثناء بعض يعني المرونة في التعامل مع بعض الملفات الخارجية المتعلقة ببرنامج النووي الإيراني وموضوع المفاوضات مع الجانب الأمريكي. ولكن أعتقد أن موضوع العزوف في حد ذاته مسألة يفترض أن تدرس وتعالج، وأعتقد أن المشاركة في الجولة الثانية سوف تكون أكثر من 40%، قد تقترب من 45%، ولكن بحد ذاته هذا موضوع العزوف في الانتخابات في حد ذاته هو مؤشر يفترض على القائمين على العملية الانتخابية أن يبحثون أسباب العزوف. وصحيح أسباب اقتصادية، يعني أكثر المحللين وأكثر المتابعين قالوا واحدة من أهم أسباب العزوف هو الوضع الاقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على إيران. نعم. جيد دكتور علي، البعض كان يشكك بالإجراءات القانونية اللي مضت بها الجولة الأولى وستجرى بها الجولة الثانية من الانتخابات الإيرانية، ما رأيك به؟ هو طبعا هم أجروا الانتخابات في وقت قياسي استنادا للمادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية اللي أوجب أنه عند خلو منصب الرئيس لأي سبب كان، للوفاة، للعزل، للمرض، يقول النص لأي ظرف كان، أن يعني يتم انتخاب رئيس خلال مدة أقصاها 50 يوم. فعلا هم أجروا الانتخابات تعرف خلال 40 يوم. طبعا هم عندهم أيضا في عندهم نظام اسمه نظام الانتخابات الرئاسية في إيران في جمهورية إيران الإسلامية، المادة 13 والمادة 35 تقول نص المادة 13 أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الأولى على نصف زائد واحد من المصوتين نكون أمام جولة ثانية خلال أسبوع، وفي الجولة الثانية اللي يحصل على أكثر الأصوات مهما كانت يكون هو رئيس ويؤدي نعم. اليمين أمام البرلمان الشورى عندهم هم. طبعا ردة فعل إيجابية أنا برأيي، يعني تحدي الداخل الإيراني أثبت أنهم متحدين جدا أمام التحديات أمام الصعوبات، حرب نعم. واستهدفت السفارات عندهم القنصليات، لهذا تلاحظ هذه الانتخابات هو من الذي يشرف عليها ومن الذي يديرها في القانون جمهورية إيران الإسلامية، وزارة الداخلية المادة 99 من الدستور طبعا
ومجلس صيانة الدستور، وزارة الداخلية تتابع المصوتين، الصناديق، لكن صيانة الدستور يعلن النتائج، يعطي الأصوات، يقول لك هذا. طبعا عندهم مجلس صيانة الدستور يتكون من 12 شخص، 6 رجال دين و6 قانونيين. نعم. وهذا أهم مجلس في جمهورية إيران الإسلامية، هذا أهم مجلس. أتحدث لك وفق الدستور، ما عندهم دستور نموذجي جدا طلعت عليه بدقة، يعني كان عندي لقاءات في قنوات. نعم. 175 مادة، يعني مفصل تفصيل راقي الدستور عندهم في جمهورية إيران الإسلامية. جي. دكتور، من سيكون الأقرب للفوز حسب توقعاتك وقراءتك للشارع الإيراني؟ والله أتفق مع الدكتور، الدكتور جليلي أنا برأيي هو الأقرب، بسبب يعني تعرف هم مجموعتين عندهم، الإصلاحيين والمحافظين، فأعتقد راح تصب في مصلحته أعتقد يعني. ولكن تعرف هاي صناديق اقتراع، يعني ما ممكن أنت تتكهل لحد اللحظة الأخيرة، لكن هي ستحسم ستحسم. لكن توقعك وليش؟ جليل يعني أتوقع. الأسباب. الأسباب لأنه الانسحابات الأخرى تصب في صالحة، يعني أصوات الآخرين ستأتي إليه أعتقد يعني. وتعرف أنت الرئيس الجمهورية بجمهورية إيران الإسلامية والرجل الثاني، الفصل السابع عندهم من الدستور يقول هو الرجل الثاني وأعلى رجل في السلطة التنفيذية، الرجل الثاني بعد المرشد، المرشد الأعلى. نعم. والرجل الثاني ومهام طبعا السياسة الخارجية، يعني السفراء، ينفذ الدستور، يعني مهام ممتازة في الدستور الإيراني. جي. لأن هم نظامهم أستاذنا نظام رئاسي. وضحت الفكرة. نعم. أستاذ هادي، لمن تميل كفة الحظوظ وما هي الأسباب؟ يعني في الحقيقة أنا ما أستطيع أن أتوقع يا أتكهن يعني في فوز أحد المرشحين، يعني هناك فرص لكل المرشحين لكسب الفوز وأكثرية الآراء، يعني هناك صحيح هناك إمكانية لتجميع المنسحبين لصالح دكتور جليلي، لكن ليس كلهم، يعني هناك حسب ميول الناخبين ممكن لا يقبلون كل الناخبين لصالح دكتور قليباف يقبلون بدكتور جليلي، وهناك يعني فرصة أمام المرشح الإصلاحي أن يكسب آراء وأصوات المترددين الذين ما حضروا إلى انتخابات، يعني هناك يعني فرص لكل المرشحين لكسب بعض الآراء الجديدة ممكن يرفع نسبة المشاركة حتى في الانتخابات المقبلة، الجمعة المقبلة، لكن ليس هناك يعني إمكانية للحسم يتكهن بشكل قطعي يعني بفوز أحد المرشحين، وهذا يدل على شفافية ومنافسة وديمقراطية حقيقية داخل البلد، لأنه كل واحد يميل إلى يعني ميول خاص، لا يستطيع أحد يقول كل يعني 3 ملايين ونص من ناخبين دكتور قليباف يصوتون لصالح الدكتور جليلي، وفي نفس الوقت الأشخاص يعني مواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات ليس هناك أي مؤشر يدل على الرقم، يعني مليونين أقلا بشكل أقل حتى أقل يعني في لصالح الدكتور بزشكيان حتى يعني ينافس دكتور جليلي. بهذا السبب هناك صعب يعني حتى يعني نتوقع بشكل يعني محسوم انه دكتور جليلي يربح يا اما دكتور بزشكيان يربح. لو نزل بالنسب المعلنه عن نسبه المشاركه بالانتخابات، لو نزل المحافظين بمرشح واحد ايضا سيتم تاجيل الموضوع الى الجوله الثانيه، ام انها كانت حسمت من الجوله الاولى؟ هناك كان محاولات يعني من قبل الوسطاء لإيجاد تحالف بين المرشحين الأصوليين، لكن حسب كل واحد يعني اجتمعوا على هذا الأصل إنه أي واحد يعني كان أقوى في قواعد الشعبية يبقى في مسار الحلبة المنافسية للانتخابات،
والباقيين ينسحبون، لكن اختلفوا على هذا يعني ميزة، بأنه أي واحد منهم يعني أقوى في قوادي شعبية وبقوا في المنافسة. لكن انسحبت يعني الدكتور زكاني من رئيس بلدية طهران، ودكتور قاضي هاشمي رئيس بنياد الشهيد مؤسسة الشهيد، لكن هؤلاء كانوا أقل يعني هزا في كسبة الأصوات. بقوا سيد دكتور قليباف ودكتور جليلي، لكن يعني إذا كان يحسمون أمرهم يعني في تحالف وتجميع آرائهم، وكان واحد يشارك في المنافسة دكتور بزشكيان، كان يربحون في جولة الأولى، كان يعني فرصة يعني حتى يربحون في جولة الأولى. لكن حتى الآن يعني هذا ميزة مهمة، بأنه دكتور بزشكيان الإصلاحي يطلع من صناديق الذي يدير وينفذ من قبل وزير داخلية أصولي. يعني هذا شفافية الديمقراطية الإيرانية. في أحد يعني الرؤساء السابق كما حصل يعني نفس الشيء، الإصلاحي يطلع من صندوق إدارتها يعني بإدارة الانتخابات يطلع أصولي، أما في المقابل أصولي يعني يطلع من صندوق الآراء واحد إصلاحي. وضحت الفكرة. في الديمقراطية الإيرانية، لكن يجب أن ننتظر ونشوف كيف يعني عملات الدعائية يؤثر ويكسب آراء وأصوات أكثر ويفوز في هذا المنافس. نعم، من طهران الخبير الاستراتيجي الأستاذ هادي محمد، يشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. وأيضا الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، شكرا جزيلا لجنابك. وأستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق الزبيدي، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الانتخابات الإيرانية، نتابع. ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز الأخبار.